قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه تم اعتقال 6000 شخص حتى الآن على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. دعا المبعوث الأممي إلى اليمن أطراف النزاع لأخذ قرارات حاسمة خلال المفاوضات قائلا إنها الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام. سيطر الجيش السوري على طريق الكاستيلو محكما بذلك قبضته على الأحياء الشرقية التابعة للمعارضة شرقي حلب. قضت المحكمة الإدارية في البحرين بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها بتهمة توفير بيئة حاضنة للإرهاب. يبحث أعضاء الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع تشاوري في تونس برعاية الأمم المتحدة سبل تشكيل جيش ليبي موحد. سيطرت مجموعة من المسلحين على مركز للشرطة في العاصمة الأرمينية واحتجزت رهائن للمطالبة بالإفراج عن قيادي معارض. استدعت فرنسا 12,000 من قوات احتياط الشرطة للمساعدة في تعزيز الأمن عقب هجوم نيس الإرهابي. طمأن نائب رئيس الوزراء التركي المستثمرين قائلا إنه ليس هناك ما يدعو للقلق وإن الحكومة تحافظ على الاقتصاد. قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها اشترت 300,000 طن من القمح مصدره رومانيا وروسيا. نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي دورات تعليم اللغة العربية للأجانب والمسلمين غير العرب. طالب النادي الأهلي الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير الدولة التي تستضيف مباراة السوبر والاستعانة بحكام أجانب.